مساكم الله بالخير. وطالعة زين ماكلة ولا شيء. الحين بروح الصالون، خش صالون علاجات الشعر، بروح أسوي لي جلسة علاج شعر. واي إذا أنتي بمضيق وقدامك كذي أمبي، ودي أدوس أدعمه أخليه يمشي بسرعة. يلا عن سيائر وراش تعطل. سوي وصل صالون سبلاندور، هذا الصالون. إنزين الحين ندش نشوف شنو عندهم. للأمانة أنا وايد امتحنت ليه، أنتي مسوية علاج شعر وقص شعر مسوية عندهم، وأمي مسوية علاج شعر، وخالتي اللي متابعين أمي هم يدرون. الحين ندش ونشوف شنو فيه. مساكم الله بالخير حبيبتي، يعطيكم العافية. الله يعافيك. توني حبيبتي فديت قلبك، تونا واصلين هني صالون سبلاندر. شوفوا شلون راقي. هني طبعا يتعاملون هني غرفة خاصة بي اي بي حق الميك اب، يدخلونك تتعاملون مع خبيرات التجميل اللي راح يجونكم هناك بالصالون على حسب الطلب. لازم تتفقون مع الصالون، تاخذون مواعيد، وطبعا راح واكيد طبعا راح تشوفون الميك اب مالهم بالانستغرام مالهم. امشوا معي نشوف شنو عندهم وراح نبلش الشغل معاهم. هني طبعا زاويه غسيل الشعر، وفي شيء اذا انت مثلا يا متضايقه او شيء، عندهم غرفه خاصه بي اي بي حق غسيل الشعر، حق غسيل الشعر وحق علاجات الشعر واشياء وايد حلوه عندهم بالصالون. هذه الغرفة خاصة حقك بي اي بي، غرفة البي اي بي. اذا مثلا زحمة برا ولا انت تبين بروحك، هذه غرفة خاصة تسوين شعرك، تغسلينه، تصبغينه، غرفة خاصة حقك اذا انت قاعدة برا. غرفة البي اي بي الخاصة شوفوها وايد حلوة وفكرتهم وايد حلوة. طبعا عندهم غرفة خاصة حق ما عندهم شيرة وحلاوة، عندهم واكس يشيلون الجسم بالواكس، يخلون الجسم زبدة. وانا اسوي شعري يا بولي المنيو مال الطلبات، شاي احمر، شاي بالهيل، شاي اخضر، قهوة تركية، فرنسية، نسكافيه، قهوة مثلجة. الله شطلب ابي الحين قهوة مثلجة، راح المنيو اخلص اليوم عندكم. حبيبتي الحين بسوي شعري بجلسة القرع، راح نشوف شعري. انا شعري والله صاير باهت، ابي احد يقص شعري للطراف. للطراف. لانه والله انا امي ايش قالت لي، قالت لي ايدكم ما شاء الله خضرة، خضرة ما شاء الله، او ابي شعري ينمو ان شاء الله. حبيبتي شوفوا ضيافة سبلاندور، انا طالبة ايس كوفي. واو ستاربكس بالصالون. يومي يعني بنسوي دايت. طالع ضيافتهم، ضيافتهم اتينن ومن باتشي بعد، يعني شيء لذيذ. بيسووا لي مساج شمعي بالزيت الطبيعي. شلون مساج شمعي؟ الشمعه زين تشتعل وتذوب الزيوت اللي داخلها، ويصير مساج حق الجسم وحق الايد والريل. انا بسوي الايد والريل حاليا، بسوي مو الجسم. الحين وانا قاعدة بتسوي لي المساج الشمعي، تاخذ من زيت الدايب اللي بالشمع وتحطه حق الايد. واو طبعا قاعد يشيلون الاكسسوارات التمينة ملوتج وشي، يحطون لك يا ببوكس خاص يمتش. طبعا الحين بسوي جلسة كريستال بدلع، بيدلعوني. انزين عندهم السبيشل والعادي، طبعا انا سبيشل. هي الحين حطوا لي كريستال، الله ناسا لا تشوفون الشعور. حاطلي نفس الواكس حق الايد، الحين تلفه بالبلاستيك عشان يصير نعومه. ما شاء الله شغلهم وايد حلو ودقيق. طبعا الضيافه على اصولها، خلصنا الكوفي، الكولد كوفي،
هذا فرنسي. الحين شيل البلاستيك، احط لكم فوطة دافية، طلعينها من جهاز التعقيم. مساج طبعا ازوره مال غنات عنه. الحين هني عندهم فيتامين خاص حق الاظافر، شوفوا طلعته من العلبه، فيتامين خاص حق الاظافر تحطه قبل الصبغ. اصابعي يا حليله. كذي خلصت الشعر، شوفوا الشعر شحالاته صار، بس حاطي لي مال الجلسة اللي سويتها، جلسة الشعر ما شاء الله ينن. شوفوا كذي الشعر، شوفوا شحالاته صار. جلسة القرع أنا سويت والصباط. الحين أحط لكم مكانهم وأحط لكم أكاونتهم. ما راح أعيد الاسماء، أحط لكم أكاونتهم. بغيت الكوكس، كوكسة خلفية.